اهلا اهلا، معكم مهما قناه مزداري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. الفيديو النهارده هاخدكم فيه لايفنت تاني لديور، بس النهارده الكوزمتكس او المكياج، فخليكم معنا. طيب بنات، بس عايزه اوريكم لبسي النهارده. لبست القميص دوت اللي هو من شي ان على بنطلون جينز، وهوريكم الشوز بعد شوية، ومسكت شنطتي اللوي فيتون اللي هي الألما بي بي. اوكي، اكسسوارات، لبست الابل واتش، لبست الخاتم ده من باندورا، والسويرة ديت من نومينيشن روز جولد، قلت هتليق شوية لانه الخاتم كمان روز جولد. دي الشوز اللي لبستها اللي هي تبعت ديور. النهاردة ما عنديش سيارة، فهاخد تاكسي. يا رب يكون في تاكسي تحت البيت، ولا مش عايزة اقعد استنى بقى. اوكي، كيف اصعد السيارة؟ براند بليز. اهلا بنات، اكيد شفتوا مقتطفات من الفلوج. للاسف الشديد ما لحقتش اصور كل حاجه من كتر ما انا كنت ملهيه ومشغوله في الايفنت نفسه، بس اكيد خمنتوا ايه هي الحاجه اللي اخدتها، وده السبب ان انا مش حاطه اي حاجه على وشي حرفيا، ولا 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 اي شيء، عشان هنجربها مع بعض ان شاء الله. فزي ما شفتوا في الايفنت، البوكيه الجميل اللي اخدته هو للاسف خلاص الورد مات، بس اكيد شفتوه في الفيديوهات اللي فاتت، يعني كنت حاطاه ورايا في الفاز اللي كانت ورايا، بس خلاص الورد مات يا خسارة. يعني دي الحاجة اللي بجد بتحزني على الورد، انا بحب الورد جدا. بس عندنا حاجات جميلة النهاردة. عندنا هنا كيسين. اوكي، برابلي الكيس دوت هو اللي كان فيه الورد، اوكي الورد، بس عايزة اوريكم شكل الكيس الاول، شوفوا. وكمان خلينا نبدأ بالهدايا بالاول قبل ما اوريكم ايه هي الحاجة. So مبدئيا عايزة اقول شكرا جدا تاني لسحر اللي في بوتيك ديور اللي في ماريا مول في ابوظبي. اوكي بنات، اذا انتم متابعيني من ابوظبي، لو هتشتروا اي حاجة من ديور لازم تروحوا عند سحر وبس، مش حد تاني. اوكي، so عايزة اوريكم الباوتش اللي اخدتها الاول، تيجي كده شمعة، بس هو ده شكلها وهي مخمل، ومن جوة السوستة لونها ذهبي. ودي الحاجة اللي في الكيس التاني. طبعا مش عايزة افكه، ومش عايزة اشيل الريبون، ومش عايزة اعمل اي حاجة من كتر ما هو شكله حلو. وكمان زي ما شفتوا في الايفنت كان في سناكس بسيطة، وهي كانت البسكويت اللي على شكل الروج بتبع ديور. ده بسكويت، بس شايفين الجمال؟ او ماي جاد، بجد واحد لونه احمر، واحد لونه وردي. سو اول حاجه اشتريتها، واشتريت القطن بتاع ديور دوت. دي بيجي فيها اعتقد 100، بيجي فيها 100 وحده، بيكون عباره عن قطن مربع. سو اللي جرب القطن ده بنات مش هيعرف يجرب قطن تاني، يعني ده قطن اللي بنشيل بيه المكياج من على وشنا. انا عاده بستخدم القطن المدور اللي هو تبع جونسون، وماشي حاله كويس تمام. سو الحاجه الثانيه واللي عاملين عليها الفيديو النهارده اللي اخدتها، وهي تاني حاجه اخدها من الساتس بتاعت الهوليداي تبع ديور 2022، وهي باليت للفيس اي اند لابس. خليني اوريكم الباكجينج الاول، زي ما شفتوه بالظبط تبع الست التانية اللي فتحتها معاكم المرة اللي فاتت، بس من ورا هو ده شكلها، بتكون الباليت كده وهي مقفولة وهي كده مفتوحة. سو الباليت دي يعني كان في زيها السنة اللي فاتت، اوكي، بس ما جبتش تبعت السنة اللي فاتت، جبت واحدة تانية. يعني هو كان نازل منها نوعين، اوكي، واحده صغيره وواحده كبيره. خليني اوريكم الصغيره الاول بتاعت السنه اللي فاتت. سو بنات، هي دي شكل الباليت تبعت السنه اللي فاتت. ده بيكون شكلها، هي جلد اوكي، ومرسوم عليها هنا رسمه، ودي ميتال اوكي. ونفتحها كده، فيها هنا مرايه، وتحت هنا الالوان اوكي. طبعا انا استخدمتها كتير، بس هو يعني
مش باين عليها قوي. نازل منها كمان واحده السنه دي، بس خلاص ما جبتهاش بما انه يعني دي عندي بتاعت السنه اللي فاتت. ولكن اللي زيها بقى بس حجم تاني، فيها مكياج كامل للوش كله. سو لما فتحت العلبه، اوكي اللي وريتها لكم من شويه، بيجي فيها الباوتش ديت، او الباليت بتكون جايه جوه الباوتش دي، اوكي. وهنا مكتوب عليها سي دي، خلاص. وهنا دي فرشه هنفتحها بعد شويه هوريكم شكلها عامل ازاي. ولكن لما نشيل الباوتش، ترى دي هي الباليت يا بنات. لو ملاحظين هتلاقوها مقاربة تقريبا لنفس الديزاين، اللهم بتاعت السنة دي بيكون من هنا ده شموع لكن ده جلد. هو ده الفرق في الشكل اللي برا، اوكي. طبعا في فرق في الشكل في الالوان وفي الكونتنت نفسه، اوكي، ولكن الالوان هتكون مختلفة. يعني بتاعت السنة اللي فاتت مختلفة اكيد عن السنة دي. سو هو ده شكلها كده، اوكي، زي ما انتوا شايفين كلها شموع او مخمل. يلا نفتحها. عشان نفتحها لازم نشيل دي لتحت كده، وبعد كده نفتحها. ترى طبعا فيها مرايه زي ما انتم شايفين. سو بيزيكلي هي دي الباليت يا بنات، بيجي فيها اربع الوان روج، وبيجي فيها كمان باودر. هما كاتبين ان دي فيس باودر، بس انا لما جربتها لقيتها هايلايتر، فمش عارفه ليه. فدي فيها لمعه يعني، فعلى الاغلب هستخدمها كهايلايتر. وبيجي فيها الباليت الكامله ديت من الالوان، بني، وده ايه ده، بني غامق، سوري، ده بيج وده بني غامق، ذهبي وردي، واللي في النص شمر ذهبي فاتح. وبيجي فيها اتنين بلاشر، اوكي، وردي واحمر. سو بس عايزه اوريكم لحظه تامل للالوان والرسمه اللي موجوده على كل حاجه. الاروج ما عليهاش رسمه ولا البلاشرات، بس الاي شادو ست ديت مع الهايلايتر مكتوب عليهم ديور، مكتوب عليها ديور. والبلاشر طبعا زي ما انتم شايفين نفس الرسمه بالظبط اللي هي تبعت الابراج اللي مرسومه على العلبه نفسها من بره. بالنسبه للفرشه بنات اللي وريتها لكم في اول ما فتحنا العلبه، ده هو شكلها، بتيجي كده فرشتين مع بعض، اوكي. تقدري ان انت تقفليها وتبقى فرشه واحده، مثلا لو عايزه تستخدمي البلاشر او للهايلايتر، او فرشتين مع بعض عشان تبقى مثلا للوش كامل والبلاشر، ومكتوب عليها من هنا ديور. سو بتتقفل وبتتفتح. سو بس عايزه اقول لكم على السريع ان في ناس كتير شفتها بتشيل الجزء اللي جوه ده كله. ترى الجزء اللي جوه ده كله يعني الباليت كلها تقدري تشيليها وتستخدم الباليت من بره ككلتش، تخيلوا. وشفت ناس، تخيلوا بيعملوا ايه، يعني بيخربوا والله العظيم حاجه، بيخرموا من هنا خرم، اوكي، ومن هنا خرم، ويحطوا هاك ويستخدموها كشنطه. طب يعني شكلها بايظ، يعني ليه تبوظي شكلها؟ هي كده اليجنت جدا وشكلها حلو. يعني لو عايزه تستخدميها ككلتش او كارد هولدر، دي الصغيره تقدري تستعملي فيها نفس الموضوع على فكره. تقدروا ان انتوا تشيلوا الجزء اللي جوه دوت، اوكي، وتستخدموها ككارد هولدر مثلا، تحطيها على المكتب، تحطي فيها بطاقتك وتحطيها في الشنطه، هيبقى شكلها حلو، شكلها شيك. دي كمان مثلا ككلتش لو هتمسكيها كده لو عندك مناسبه او خروجه بالليل، هيبقى شكلها لذيذ برضو. لكن تخرميها بقى خرمه من هنا وتعمليها شنطه، لا بلاش. سو يلا بينا نبدا نجربها مع بعض. اول حاجه هبدا ارطب وشي بالسوبر بوتن بتاع ديور. عاده انا بستخدمه كل يوم، يعني بحط منه عشان ارطب وشي بيه يوميا. النهارده هحاول، مش هحاول يعني، هو فعليا هنستخدم كل البرودكت بتاعت ديور اللي جربتها واللي ما جربتهاش معاكم. في حاجات ما جربتهاش معاكم في الفيديوهات اللي فاتت، فهنستخدمها مع بعض النهارده، ودي هتكون المرايه بتاعتنا النهارده. سو بس هرطب وشي الاول. وبما اني ما جربتش معاكم المره اللي فاتت الكوشن باودر بتاعت السكين جلو، فور ايفر سكين جلو ديت، وهي الكوشن ديت، اوكي، خليني اوريكم الاول شكلها ازاي بيكون. ده هي بنات، على الاغلب هستخدم السفنجه اللي جايه معاها، اوكي. ايه ده، هي درجه دي غامقه عليا ولا ايه؟ الله ريحتها حلوه قوي. حسيت ان انا لما احطها كده مسح احسن من الطبطبه، بحسها كده بتدي يعني افكت افضل. طبعا هي خفيفه، يعني لو انا هنا مش حاطه حاجه، هي تعتبر حاجه خفيفه، فونديشن خفيف،
مش فول كفرج، هم تتوقعيش منها الكفرج الرائع، بس هي بيلتبل، يعني تقدري ان انت تكتري طبقات اكتر فبالتالي تبقى التغطية احسن شوية. هحط الناحية التانية وارجع لكم تاني. سو خلصت بنات، شوفوا ده الافكت بتاعها. على فكرة التانية اللي هي كانت من الكاتشر توتال كانت نفسها تقريبا، بس التانية فيها سكين كير اكتر. اللون كان فاتح اول ما حطيته، بس لما خرجت وقعدت شوية برة وكده اللون شوية اكسد وبقى نفس لون بشرتي بالظبط. سو دلوقتي بس هرتب شفايفي بالليب جلو بتبع ديور ادكت. انا حاسه برضو اصلا بصوا ده انا كده عاملاه على الاخر، خلاص انا خلصته من كتر ما هو حلو. وكمان في لون، شايفين اللون بتاعه ازاي حلو. اوكي دلوقتي برضو الحاجه اللي انا وريتها لكم المره اللي فاتت بس ما جربتهاش معاكم، وهي الكونسيلر تبع ديور. ده مكتوب عليه اولا الدرجه 2W اللي اخترتها ليا، مكتوب عليه تحت ديور باكستيج فلاش بيرفكتر كونسيلر. المهم ده شكل العلبة، بيجي كده مات ومكتوب عليها من هنا ديور، والفرشة بتاعتها حلوة قوي. خليني اوريكم، بيجي كده في فرشة، بس انا اللي قلقني ان هو مش هيكون مناسب مع درجة الفونديشن اللي احنا حطيناه، بس اتس اوكي okay. هنجرب. اوكي okay. بنات عايزة اقول لكم ان هو سهل جدا في الدمج، وزي ما توقعت الدرجة مش مناسبة مع نفس لون الفونديشن اللي احنا حطيناه. اوكي دي التغطية بتاعته، ياريتني ما كنتش حطيت هنا عشان اوريكم الفرق، بس اعتقد بصوا في البداية في هنا باين التغطية بتاعته ميديوم كفرج اقدر اقول، بس كويسة. ده انا حطيت نتفة كمان، يعني انتوا لو واخدين بالكم انا حطيت شوية صغيرين جدا، واللي اتبقى في صباعي مسحته في جفني من فوق. دي التغطية بتاعته بنات، بس بفكر احط طبقة تانية واجرب ادمجها بالبيوتي بلندر. تعالوا نجرب برضو، هحط كمية قليلة الاول عشان نجرب، وهجرب على عين واحدة عشان اشوف الفرق بين البلند بصوابعي وبلند بالبيوتي بلندر. اوكي تصدقوا كده احسن فعلا، مش عارفة حاسين انتوا الفرق. انا مش عارفة الفرق باين على الكاميرا ولا لا، بس انا حاسة الفرق قدامي في المراية يعني، بس overall يعني انا عجبني كويس. اوكي بنات دلوقتي هثبت وشي بالكوشن باودر ديت برضو من ديور. ده بيكون شكلها، هي عبارة عن لوز باودر. طيب وهنور تحت عيني بالبودرة الشفافة ديت اللي من سيفورا، وبستخدم بيها سفنجة ديت اللي جبتها من شي ان. دي شكلها اوكي، باني بس بحط كده تحت العين، بمسح كده بالفرشة لو في اي زيادات، خلاص نمسح برضو باقي الوش عشان لو في اي زيادات. So basically انا عندي خمس الوان اي شادو دولت. ممكن ابدأ باللون الوردي ده، اوكي هحطه بس على الجفن. سو ده كده مبدئيا حطيت اللون الفاتح دوت. اوكي بعد كده هختار ايه، هختار اللون الغامق اللي هنا ده. انا الصراحه بخاف من الالوان الغامقه ديت، بس هو حلو الصراحه. شوف اللون ازاي، اعمل له بس بلند شويه من هنا، اللون بيجمنتد جدا بنات. تمام بعد كده هاخد ممكن من اللون الفاتح ده اللي هنا، وممكن نحط منه هنا شوية. هحاول ابلند كله برضو بالفرشة التالية تبعت ريل تكنيك. واخيرا هاخد اللون اللي في النص ده، هو لونه ذهبي، ممكن ناخده نحطه هنا من قدام. وبرضو هرجع للفرشة التانية تبعت ريل تكنيك وهدمج بس اللونين مع بعض. هجيب كده فرشة مسطحة وهاخد اللون البني الغامق ده وهحدد بيه تحت عيني. ومش حابة ان انا اعمله بلند،
يعني بس هديله كده خط كأني حاطة كحل بالظبط، ونفس الشيء هعمله من فوق. ايه رأيكم؟ انا صراحة عجبني، حسيت كأني يعني حاطة ايلاينر كده. اوكي، ده كان بالنسبة للعينين. دلوقتي عايزين نحط بلاشر. عندنا هنا 2 بلاشرز، واحد احمر واحد وردي، بس انا مش عارفة احط اي لون، فخلينا نجربهم الاول على ايديا. ده الاحمر، اوكي، وده الوردي. الوردي فاتح قوي على فكرة، مش باين حتى في السواب اللي بعملتها، بس هو كده يعني وردي فاتح قوي. بص خلينا نجرب الوردي الاول، بعد كده ايه لو ما عجبنيش احط الاحمر. هستخدم الفرشة ديت من ريل تكنيك. اوكي، ده الوردي. البلاشر حلو على فكرة، خفيف وفاتح كده يعني على الوش، ومش سيء على فكرة على المكياج اللي انا حطيته، لانه مايل على حمار شوية. هجرب نتفة بسيطة من الاحمر وازيده عليها كده شوية. بنات الاحمر حلو. طيب دلوقتي هستخدم الهايلايتر اللي هو ده. خليني اعمل لكم منه سواتش الاول، بس هو ده، شايفين اللون ازاي؟ اهو كده شايفينه. هستخدم الفرشة ديت المايلة من دريل تكنيك. كمان بنات معظم الفرش اللي عندي من دريل تكنيك، ما عدا بس اللي هما بيبقوا هدايا يعني. واو، شايفين ازاي؟ ايه رأيكم بنات؟ بصراحة انا حبيتها. ممكن احط شوية كمان عند عظمة الحاجب، ايه رأيكم؟ هنا حطيت. طيب وجي وقت الروج، وانا اوريدي حاطة الليب بالم ده، فهشيله. شايفين حتى لما بتشيلوه بيسيب لون. اوكي دوكي، في عندنا الاربع الوان دولت، بس خلينا نجرب واحد واحد. برضو هختار اللون ده. انا مش عارفة احط خالص بالفرشة، هستخدم ايدي. مش سيء، حلو، بس حاسة خفيف يعني. هي دي اللون وهي دي الدرجة، بيجي كده فاتح مش مشي. شوفوا هو مش وحش، بس خفيف قوي يعني، تحس ان انتي مش حاطة اي حاجة. وهجرب اللون اللي اغمق منه شوية اللي جنبه ده. اوكي، خدت بالفرشة كده. ده حلو. حلو قوي اللون، واعتقد ان هو بيلتبل يعني، تقدروا تغمقوه وتفتحوه. اعتقد ان انا هسيب ده، عجبني لونه قوي على فكرة. اخر حاجة هستخدم المسكرة تبعت ديور، مكتوب عليها ديور شو نيو لوك ديت. ده اسمي كان محفور عليها يعني، وقتها كان في ايفنت وحفروه عليها، فحط منها من النهاردة. بسم الله. عايزة اوريكم الفرشة، شايفين الفرشة بلاستيك مش شعر، وتشيز حاجة انا بحبها اكتر، عشان الراس نفسها قصيرة وبلاستيك، فبتساعد ان انتي تتحكمي اكتر في الرموش، بالذات الرموش اللي جوه والاندر لاش كمان. هي دي المسكرة. اخر حاجة هنجربها وهي الفيكس تبع ديور، مكتوب عليه forever perfect fix set refresh وhydrate، يعني تقدروا تستخدموه في اي وقت لانه فيه هايدريشن. بسم الله. اوكي، ده المكياج كله بنات. بس كده حلوين، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا معايا. كالعادة هسيب لكم كل اللينكات دي موجودة في الديسكريبشن بوكس للي عايز يبص عليها. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني. باي باي.